السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أعزائي المشاهدين؟ يا رب تكونوا تمام. اليوم معانا درس وهو حول تعبئة البطارية في حال نفذ عليك الأسيت، طبعا بعد المرة الأولى لما تشتريها مختمة جديدة من المصنع تجلس معاك 7 شهور إلى 5 شهور، فالأسيت اللي فيها ينقص. الأسيت اللي فيها ينقص طبعا. طبعا زي ما نلاحظ لا يوجد أي خطوط، بعض البطارية تجي لها خط، هذا بدون، بس أنت لازم كل 3 شهور أو 5 شهور تتابع. زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، لاحظوا هنا الأسيت نقص، لا يوجد إلا الصفائح باينة. في هذه الحالة تسخن عليك البطارية ويجب فورا تعبئتها. ولكن السؤال الأهم، هل نعبيها أسيت أما مغطر؟ هذا السؤال اللي حير أكثر الناس. الإجابة وهي نعبيها أكيد بماء مغطر طبعا، كأول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة نعبيها بماء المغطر طبعا. هذا هو الماء المغطر زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، خالي طبعا من الأملاح ويحارب الأكسدة طبعا. إذا كانت في البطارية حاربها الماء المغطر لأنه خالي من الأملاح ومن الأكسدة، ويعني خاص للبطاريات زي ما تلاحظون، خاص للبطاريات. فننصح به، بتلاقوه عند اللهم صل وسلم على رسول الله، عند أصحاب الورش، عند أي ورشة صاحب بطاريات قل له ابغى ماء مغطر خاص بالبطارية، بتحصل إن شاء الله. طبعا في بعضهم بيقول لي جيب ماء مغطر من الصيدلية، ما انصح بصراحة. اذا كان يعني لازم نعطي الشيء حقه، ماء مغطر للبطارية تحصلوا عند اصحاب الورشة او اصحاب الصيانة البطارية، تحصل معهم ماء مغطر زي ما تلاحظ، معروف في اي دولة في اي مكان طبعا. طبعا بعض الاخوة عندما يخلص الاسيت، طبعا زي ما قلنا عندما يخلص الأسيت يرجع يكتله أسيت فوقه، وهذا أكبر خطأ يميت البطارية، لأن الأسيت لا يتبخر، يبغى زي ما هو. الأسيت لا يتبخر، إنما الذي يتبخر وهو الماء المغطر مع الشحن عبر الطاقة الشمسية أو عبر المحول عندما تشحنها، أو عبر المحول 12 فولت عندما تشحنها. اللهم صل وسلم على رسول الله، يتم تبخير الماء المغطر بنسبة 80% و20% الأسيت. الأسيت طبعا هو يتبخر، بس مع مرور الوقت يعني فترة طويلة، سنتين ونص يتبخر الأسيت، وممكن تضيف لها بعدين بعد سنتين، يعني بعد سنتين 25% مثلا زي هذا الدبة، 25% أسيت و75% ماء مغطر، أو 20% أسيت و80% ماء مغطر. طبعا هذا الكلام بعد سنتين من استخدامك للبطارية. زي ما قلنا تخلص أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، تعطيها إيش؟ ماء مغطر فقط، لا تضيف لها أسيت، لأن الأسيت أسيت فوق أسيت يعدم البطارية، يخربها 100%. ولكن فيما بعد، بعد سنتين سنتين ونص، ممكن تضيف لها بنسبة حاجة بسيطة أسيت، بنسبة 20% و80% ماء المغطر. زي ما قلنا لأن الأسيت هو ما يتبخر، بس يتبخر جزء بسيط بسيط، فممكن احنا نعوضه بهذا الشيء طبعا. طبعا بعد ما تضيف اللهم صل وسلم على رسول الله استخدامك البطارية، طبعا بعد سنة ونص يفضل المستحسن انك ترفع الفولتية، اذا كان مثلا من اول 13 فولت فاصل 4 يفضل انك ترفعها الى 14.4 لكي تشحن معك وتستمر. طبعا طبعا اعزائي المشاهدين، من الماء المغطر من ميزاته انه يحارب الكربون في البطارية، ويسهل تنقل الطاقة في الشرائح، في شرائح البطارية وفي مسارات الطاقة. طبعا الماء المغطر لانه زي ما قلنا خالي من الاملاح، وانه يحارب الكربون في البطارية، ويسهل التنقل الطاقة في الشرائح وفي مسارات الطاقة طبعا عن تجربة يعني. طبعا قبل ان لا ننسى، لازم
تاخذ لك قفازات طبعا من المستحسن علشان الاسيت لانه خطير. زي ما تلاحظون عندما تفتح يصير في يدك اسيت ويستاكل لو سمح الله، فيفضل يعني بدون حتى كلمة يفضل انك تستخدم قفازات ضروري. زي ما تلاحظون الاسيت بالاصح ناقص. طبعا على كلام صاحبه هذه بطارية 200 امبير مستعملة، انا ما قد مستعملة على كلامه انها اول مرة يستخدمها. لاحظوا هنا الصفائح كيف طلعت. في هذه الحالة زي ما قلنا نضيف لها الماء المغطر وليس الاسيت. ركز عزيزي المتابع، اكثر الناس يخطأ. يعلم الله هذه نصائح قيمة، هو ان شاء الله يعني يكتب لنا ولكم الاجر فيها ان شاء الله. زي ما قلنا الان الصفائح زي ما تلاحظ طالعة، نعبيها بماء المغطر. طبعا ما نزود، في حال اننا زدنا فوق خطأ سوف يتسخن، في حال اننا نقص نفس الان سوف يتسخن البطارية. الافضل نخليه على الخط هذا. انا طبعا الخط هذا مجرد اول انه كان ممتلي علمناه، يعني بعقلك تخلي بنانة، تخلي بنانة فراغ او بنانة ونص فراغ، تخلي بنانة ونص من الفتحة هذه، يعني تخليها علشان في حال فوران حال يكون في فراغ. طبعا لاحظوا هذه طبعا الماء المغطر، طبعا نعبيها الان ان شاء الله نوريكم طريقة التعبئة. بسم الله، مستحسن انك تجيب خاص بالتعبئة زي حق الديزل او تجيب علبة صحة تقطعها، بس احنا يعني نوريكم ان شاء الله. بسم الله، هذا هو طبعا الماء المغطر. كت شوية وتلاحظ هل ارتفع؟ تمام، لسه باغي شوية. نلاحظ لسه باغي تحت، باغي مرة. حتى هنا برضو لو زعزعت كذا يبين لك، طبعا يبين لك لسه عدا باغي. بسم الله، نلاحظ برضو لسه باغي لأن البطارية تسحب كميات كبيرة. نحاول نكون حريصين ما نرفعها زيادة وما نخليها. طبعا باغي لها حاجة بسيطة بس، زي ما قلنا تخلي في بالك بنانة ونص فقط، بس كذا مليانة زي ما تلاحظ. تقديريا باغي بنانة وربع، تخلي مسافة كذا مليناها طبعا زي ما تلاحظ. الآن طبعا هنا موجود، لا أعلم هل يبان مع التصوير، إنما يبين لي هنا الآن فوقه تماما تماما. زي ما قلنا لا يزيد فوق الشخط ولا ينقص تحت الصفائح، إذا زاد أكثر من الشخط بيصير مشاكل معك، يعني ما بتسخن البطارية وعم تقربها ما بتشحن مضبوطة. الأفضل إنه يكون على الشخط، تخلي أقل شيء بنانة بين هذا وهذا، طبعا بنانة ونص تخلي أقل شيء زي ما تلاحظ. هذه طبعا طريقة التعبئة، وطبعا في نصائح أخرى، وهو اللهم صل وسلم على رسول الله، لازم نحرص دائما على الفتحة الصغيرة هذه، التنسيم حق البطارية ضروري، هذا في كل بطارية تجدها سواء الجل أو التيوبلر أو العادية، نحرص إن ما في أي شيء يعظمها بأوساخ أو أي شيء، نحاول ننظفها بإبرة صغيرة. طبعا هي تجي نفس كذا، نحاول ان نحرصه. طبعا في ملاحظة اخرى، تنظيف البطارية لازم ننظف، اذا في اوساخ في شيء ننظفها بخرقة، نجيب موية وننظف، لازم تكون نظيفة بالشكل هذا. ايضا ملاحظة اخرى اعزائي المشاهدين، الاقطاب هذه طبعا حق البطارية لازم نحط لها شحم، الشحم حق سيارة ضروري نحط لها شحم لكي ما يتكربن عليك والصدى يطلع لك هنا. نفس الكلام اذا كان معك شحم حق سيارات هو الافضل تسوي، اذا ما في ممكن تعمل لك فازلين موجود في البغالة تعمل هنا، امورك طيبة، بس يفضل الشحم علشان السحبية من الانفرتر او الطاقة الشمسية عندما نحط ما يطلع شي شرر منها، وفي نفس الوقت زي ما قلنا ما يتأكسد عليك يعني. وزي ما قلنا اعزائي المشاهدين، اي بطارية معك سواء كانت تيوبلر او اسيت
100 امبير 50 امبير او اي نوع اخر، عندما تشتريها انت من المصنع من صاحب المحل تكون معباه اسيت طبعا، ويكون مخلوط فيها طبعا ماء مغطر، تخلص عليك طبعا. لازم تتابعها يعني كل شهرين 3 شهور تفتح الغطاء. طبعا في بعض البطاريات الهندية يكون المسار حقها فوق، العداد حقها طبعا المؤشر، انت بتلاحظ اذا نزل قدك تزود من الفتحات اللي في النص، تمام. اما اذا كانت زي هذا لا يوجد لديها اي مسارات، تفتح كل شهرين 3 شهور زي ما قلنا، وتتبع المسارات تشوف اذا كانت زي كذا اعتبر انها مليانة. طبعا في حال انه نقص الاسيت، نقص عند الصفائح، يفضل انك تعبيها بماء مغطر وليس باسيت، واكرر بماء مغطر. الماء المغطر طبعا هو خاص للبطاريات، تحصلوه عند اي صاحب ورشة او اي محلات كبيرة يبيعوا، قل له ماء مغطر خاص بالبطاريات يفضل هذا هو طبعا. وزي ما قلنا التعبية لا تكون زايد لان ما بيشحن معك، وتحت لا تكون منخفض، تكون بهذا المغاس طبعا. لازم تخلي اقل شيء من المسار الرئيسي بنانة ونص زي ما تلاحظ طبعا بعد الفتحة تحت، ليس هذا تحسب بعد، هذه من تحت تخلي بنانة. لاحظ المسار هنا انتهى تحت البلاستيك، تحتها بنانة تخلي، تمام. هذه نصائح علم الله مهمة جدا، وزي ما قلنا القفازات ضروري تلبسها. لاحظ الآن الأسيت في يدي، لو لم يكن هذا لكان أكلنا أكل طبعا. الأسيت هو خطير جدا، ويفضل دائما زي ما قلنا أنك تغسل البطارية من الأسيت وغيرها. ولا ننسى أيضا الشحم نحطها عليها طبعا من عدم الترسبات وغيرها طبعا. إن شاء الله أن الفكرة أنها وصلت، ويعلم الله هذا درس يعني حبيت أشارككم فيه. الأكثر الناس يعني مساكين على نياتهم، ما يعرفون، ما في شيء يعني، يخلص أول مرة عليه يجيب لك أسيت يكت فوقه، وهذا خطأ طبعا. كلنا أخطأنا فيها عندما كنا من أول، وليس العيب أن تخطأ، ولكن العيب أن تكرر الخطأ، وكلنا نتعلم من بعض. فزي ما قلنا تخلص عليك البطارية سواء أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، عليك بإضافة الماء المغطر فقط، تضيفه الماء المغطر، لأن زي ما قلنا يتبخر 80% من الماء المغطر و20% من الأسيت، يتبخر حتى حاجة بسيطة أقل من 20%. ففيما بعد زي ما قلنا أنا قد نبهت في بداية الفيديو، بعد سنتين كذا ممكن تضيف 20% أسيت و80% ماء مغطر، وتحطه على البطاريات على الفتحات لكي يعوض الفاقد في الأسيت اللي راح عليك. طبعا الكلام هذا بعد زمن طويل، بعد سنتين، بعد إن شاء الله أمورك طيبة تمام التمام. إن شاء الله أن المقطع أنه أفادكم، ودرس بسيط، ويعلم الله حبينا نشارككم بكل جديد وكل ما يعني نعرفه، ما نبخل عليكم. أيضا لا تنسوا دعمنا في القناة والتعليق والاشتراكات لكي نستمر معكم ونجيب لكم كل جديد. وفي نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.